تطلعات جديدة ينشدها شباب الأردن في هذا الموسم للظهور بشكل مغاير في دور المحترفين بعد أن جلب العديد من الأسماء اللامعة لتدعيم الفريق أمثال يوسف النبر والحارس لؤي العمايرة، بالإضافة إلى تعيين محمد اليماني كمدير فني. الموسم الماضي لم يكن يلبي طموح جماهير شباب الأردن، خصوصاً بعد أن حل في المركز التاسع وخرج من الدور الأول من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي والدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا. بداية الفريق خلال هذا الموسم لم تكن مثالية حين ودع كأس الأردن مبكراً، ولم يتمكن من العبور للدور الثاني، فغادر مع فريق اتحاد الرمثا من الباب الضيق للمسابقة بعد أن لعب في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الوحدات وذات راس والمنشية والرمثا. تجاوزه نادي المنشية وبهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من دور المحترفين لكرة القدم تعطي الفريق واليماني دفعة إيجابية رائعة في مستهل مشاركته في البطولة. مشوار اليماني ضيف حلقتنا في إكسترا تايم لهذه الليلة لن يكون مفروشاً بالورود، فلديه العديد من الصعوبات أمامه، أولها إعادة الانسجام لدى لاعبي الفريق وجعل اسم أسود غمدان كما كان سابقاً اسماً صعباً ومرشحاً فوق العادة للوقوف على منصات التتويج.